اتصالات الجزائر تخصص ما قيمته 45 مليار دينار لتطوير الشبكة الهاتفية وعصرنة الألياف البصرية، وهي العملية التي ستوكل لحوالي 850 مؤسسة مصغرة جديدة خاصة بالشباب. مؤسسة اتصالات الجزائر نرصد مبلغ 45 مليار دينار جزائري من أجل تطوير شبكة الهاتفية وكذا عصرنة شبكة الألياف البصرية على الصعيد الوطني، وهو يعني رقم كبير جدا. لذكر أيضا أنه لحد الآن سجلنا أكثر من 850 شاب جديد أو مؤسسة جديدة سترى النور قريبا إن شاء الله. العملية تتم بالتنسيق مع وكالة دعم تشغيل الشباب التي تستهدف المؤهلين مع ضمان التكوين ومخطط أعباء من طرف اتصالات الجزائر. بعد الاستفادة من يعني المعدات والآليات يعني لي 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 يعني للعمل، من بعد سيتم توجيههم نحو اتصالات الجزائر، سيحظون من خلالها من فترة تكوينية نظرية وتطبيقية، ومن بعد يعني مؤسسة اتصالات الجزائر ستضمن لهم يعني دفتر أعباء. جمعية الشباب المستفيد من القروض رحبت بالعملية وتأمل توسيعها مع مؤسسات أخرى. اليوم ألجيري تيليكوم نتمناو إن شاء الله غدوة صون الغاز، نتمناو إن شاء الله في القريب العاجل، نتمناو راح نوجه إن شاء الله دعوات، نتمناو لو اف سي لفوروم دي شيف دونتربريز يعني يكون شريك للجمعية ويقدمنا المؤسسات اللي يمثلها باش بور كون بويس افوار دي بروجي اون سوتريتونس معاهم. المبادرة من شأنها أن تخفف أعباء المؤسسات الصغيرة التي لا زالت تبحث عن نفسها وسط منافسة غير متوازنة.